مهجرين من منطقه لمنطقه، لما رسينا هنا حدود مصر نرجع على الشمال. احنا ما بدنا نروح لا على سيناء ولا على غيره، لا بدنا نغادر غزه بالمره. احنا ولدنا فيها وعشنا فيها وبدنا نموت فيها. والله احنا خايفين من اجتياح رفح، احنا بدناش اياهم يجتاحوا رفح، وفي الاخر كمان بدنا اياهم بدنا نروح على دورنا على الشمال. احنا بدنا نبني خيم تحت دورنا المهدمه ونسكن في دورنا. كل الناس في هالمنطقه هذه، كل غزه ألف حوالي 1.5 مليون في المنطقه هذه، ايش يعملوا؟ التهديد يهددوا، هذا بده يعمل مجازر. يعني وين بدنا نروح؟ يعني نروح على وين بدنا نروح؟ يطلعون على سيناء، مش رايحين على سيناء احنا، احنا بدنا نرجع على دورنا على الشمال. يا عمي شوف، تطلع حالنا واحوالنا واولادنا، هتصير مجازر. هذا بهدلنا، من طلعت من غزه على حمد، ومن حمد على خانونس، ومن خانونس على رفح، لوقت ايش يعني؟